من شمال مدينة الرياض تشرق شمس الديار ناثرة أشعة الجمال بهندسة بناء أخاذة تجمع أصالة البناء وأناقته متمثلة في أكثر من 500 وحدة سكنية تقدم الديار العربية من خلالها بيئة سكنية متكاملة تعنى بمطلق الرفاهية وتضم كامل احتياجات العائلة. طورت بنية المجمع التحتية وفق أرقى وأحدث المواصفات وخدم بشبكة متكاملة من الطرق الداخلية والأرصفة والإنارة وحوى مرافق عامة متعددة كما روعي في تصميمه سهولة الوصول إلى كل فيلا من عدة محاور لننشئ حياً نموذجياً متكامل الخدمات ليطيب المقام لك ولعائلتك. صمم شمس الديار وفق أحدث المواصفات الهندسية العالمية باهتمام بالغ لأدق التفاصيل بأبنية تميزها المتانة والتشطيبات الراقية بدءاً من اختيار مواد البناء المتميزة وانتهاءاً باكتمال المبنى. ولأننا نهدف إلى تقديم حلول سكنية تتوافق مع مختلف الاحتياجات، أسسنا المجمع بأربع نماذج مختلفة المساحات والأسعار لنوافق إمكانات وأذواق جميع سكان شمس الديار. شمس الديار لينعموا بالاستقرار.